أيها الأخوات، أيها الإخوة، أيتها الجماهير الشعبية التي كانت تسير دائما وراء ابني ناصر الزجاجي، أستطيع أن أقول أن هذا قدرنا، ولكن لا أقول أنه هذا من سخرية القدر حتى لا أجحف في حقه، بل هو سخرية من فضلهم القدر. أيها الإخوة، عجزت، لساني يعجز عن شكركم أنتم وجميع من خرجوا عبر المدن المغربية الأخرى والإخوة في الشتات. أيها الإخوة، أرجوكم أن تعذروني لأنني في الحقيقة لست مستعد لإلقاء كلمة أو نصح أو شيء، ولكن جئت اليوم هنا لأطمئن على استمرارية الحراك فقط. جئت هنا لأبلغ رسالة إلى ناصر الزبزافي ومن اختطفوا معه. جئت لأقول لهم إن إخوانكم في الريف وفي المدن المغربية الأخرى وفي الديار الأوروبية كلهم معكم. نحن نطالب هذه الدولة، نطالبها بإلغاء كل ما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين السياسيين، إن صح التعبير. أيها الإخوة، أشكركم من أعماق قلبي ولكم الشكر الجزيل، ودمتم للنضال أوفياء. ولكن ما أؤكد عليه، كما قال ناصر الزبزافي، السلمية ثم السلمية ثم السلمية ثم السلمية ثم السلمية، وشكرا.